طيب فتحت خيبر والحمد لله وتم الصلح واستقرت الاوضاع من ضمن الحصون اللي فتحت حصن من ابن ابي الحقيق وكان فيه النساء وصفيه بنت حيي بن اخطب وقعت في السبت جوزها كنانه بن الربيع بن ابي الحقيق قتل لانه كان مخبي الاموال والنبي صلى الله عليه وسلم بعث جابوه وقال له تعالى دلنا على الاموال انا ما عرفش طريقها. قالوا له طيب ولو فتشناها حصنك ولقيناها نقتلك؟ قال ايوه. ففتشوا فلقوها هو اللي مخبيها فقتل ابوها. انتوا عارفين طبعا حيي بن اخطب قتل فين؟ ها؟ قولوا قريظه. مش فاكرين قريظه مع كعب بن اسد يعني قريظه اللي قال له انا هخش معاك وبتاع. المهم فوقعت صفيه ومعها بنتين تانيين بيقولوا اولاد عمها وحاجه زي كده ولما شافوا المعركه نتيجتها صوروا حاجه زي كده. المهم هي ما اتحركتش. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه اناس من اصحابه وقالوا يا رسول الله صفيه بنت حيي ابن اخطب بنت سيد قومها سيده قريظه وبني النضير لا تصلح الا لك. انتوا فاكرين طبعا احنا حكينا عن صفيه رضي الله عنها وارضاها لما ابوها وعمها راحوا يتكلموا معاها حكينا في الاول وهي رأت رؤيه وبتقول كان دايما يدلعوني ويحبوني وعمي يسيب عياله ويستقبلني وقابلهم مقابله وحشه شاطرين من الكلام اللي نشا. وبعدين سمعتهم بيقولوا لبعض ايه رايك فيه؟ قال له هو يعني تلقنوا من ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكرين. طبعا هي لما سمعت الكلام ده وهي صغيره وكانت بعد كده اتزوجت من ابن عمها شافت الرؤيا اللي حكيناها وراحت لابيها وقالت له انها رات قمرا سقط في حجرها فضربها بالالم وقال لها تطمعي ان تكوني عند ملك العرب. فكلمه قصه هي دي سيده صفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما السبي احنا قلنا السبي بتاع قريظه كلف احد اصحابه فاخذ السبي وباعه في نجد قلنا واشترى به خيل وسلاح والبعض استنى منها صفيه اللي هم قالوا دي لا تصلح الا لك بنت سيد قومها ما ينفعش تتباع وما ينفعش تقعد في ايد حد. وده كان عرف في ذلك الوقت في الجاهليه عموما انه دايما احنا قلنا الكلام ده ان المنتصر يسبي نساء ملك المهزوم او نسائه يعني وبناته يبقوا في كفاله المنتصر دايما يعني. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم شافها فحازها خلفه وبسط عليها رداءه فعلم المسلمون انه اصطفاها لنفسه بيكلمها لا فسها اثر ضربه عينها ورمه او متاثره فبيسالها قالت له اصل انا شفت في المنام ان قمرا وقع في حجري فلما حكيت جوزي ضربني بالالم. الروايه دي زوجها مش ابوها بقى. ففي روايات ضربها لطمها لطمه شديده اثرت في وشها وفي عينها بقي الاثر حتى راه النبي صلى الله عليه وسلم. السيده صفيه لما حازها النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما ننساش نمسك حاجه كريمه في السيده صفيه. خدها بقى ومشي بيها في الطريق. لكن في حاجات حصلت قبل ما يمشي. نقول الحاجات اللي حصلت وبعدين نمشي معاها. عشان نبقى في الجو كده وفي الصحبه. حازها بقى وحطها في قبه. خلاص؟ مين بقى اللي يوعيها ويشوفها ويمشطها ويجهزها؟ ام سليم بنت ملحان ام انس بن مالك. خلاص؟ خليكم بقى هم قاعدين مع بعض اهو نسيبهم بقى قاعدين في القبه ونرجع لساحه خيبر.